مشهد التسول لربما بات مألوفا لدى أغلب الكربلائيين، فهم ينتشرون داخل التقاطعات والساحات لإجبار الناس على الدفع وبطرق مختلفة للتخلص من وضعهم الحالي الذي يجبرهم على مد أيديهم لطلب المال للعيش بصورة طبيعية بسبب حكومة تعتبرهم عالة على المجتمع دون توفير أي رواتب لهم أو احتضانهم وتأهيلهم لجعلهم فعالين في حياتهم. احنا محتاجين وما عدنا، يعني صاحبين جهال نفتر بهالشوارع هاي، لا الدولة يعني تساعدنا ولا هاي، احنا ضالين هنا ما عدنا حد، هل نجيبين منا نحطن منا للإيجار وللمصرف للجهال، واحنا حتى ابونا رجال سقط لا يقدر يقوم لا يقدر هاي، هل المعيشة على هاي نجيبها منا نحطها منا، ما عدنا والي بس الله واهل البيت. اي والله لا والله لا عدنا راتب لا عدنا هاي، قاعدين هلا هلا حصل منا الف 2000 3 حصل لنا 15-20 نوح فيه ناكل، هل نجيب منا نحطن للاكل وللشرب. الشارع يعطف عليهم ومتحير بهم، فهناك من يستحق مد يد العون ومنهم من امتهن طلب المساعدة كونها لا تسبب التعب أو موادا أولية للعمل سوى كرامتهم التي سحقوها تحت طارقة الطريق. المفروض هو بالأول وبالأخير دور للحكومة، وبالتالي أكو مجتمعات موجودة يعني منظمات مجتمعية تقصد إنه توجه الناس بالطريقة الصحيحة. هسه يعني أكثرية اللي صار هسه حاليا يعني صار عمل مو تسول، هو صار عمل بالشارع موجودين. طبعا أكو ناس تستحق يعني، بس هي شلون يعني من كثر العالم اللي صارت هسه حاليا بالشارع بعد ما نفرق بين اللي صدق محتاج وبين اللي ما محتاج. جمعيات حقوق الإنسان تعمل جاهدة من أجل توفير ما يسهل حياتهم، ناهيك عن دور الجهات المسؤولة لسد النقص الذي يبحثون عنه في مفترقات الطرق والشوارع العامة. احنا كمنظمات مجتمع مدني حتى نقضي على ظاهرة التسول، انه المفروض ندعم المتسولين حتى يبطلون هذه الظاهرة، من خلال انه عملنا عدة برامج منها مثلا المتسربين من المدارس، هو هذا هم سبب يطلعون يتسولون، انه العلم ترى له في الدور كلش واسع في انه الشخص يبطل من هذه الظاهره. فمنظمات المجتمع المدني عملت هوايه دورات لتسريع للطلبه. اما بالنسبه لوقتها اللي صارت مات النازحين والضحايا الارهاب، حاولنا قدر الامكان ان ندعمهم، منها اول شيء دورات خياطه دورات تصوير. في بلد الذهب الاسود يعاني المواطنون الفقراء وضيق الحال، بالوقت الذي تجد ميزانيه المسؤولين للضيافه العامه تكفي لسد حاجتهم وفقرهم. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.